بعد تعثرها والتلويح بفشلها، محاولة أممية جديدة لإعادة بث الروح فيها، هكذا يصف مراقبون التحركات الجديدة التي يسعى فيها ولد الشيخ لإعادة جريان مياه مجاورات الكويت بعد وصولها مؤخرا إلى طريق مسدود قبيل الجولة المزمع انطلاقها في 15 من الشهر الجاري. المبعوث الأممي في الرياض التقى الرئيس هادي بحثا عن مخرج لتخفيف الحرج من تصريحات الأخير وتلويحه بعدم الذهاب للجولة المقبلة للمشاورات، ولم يخرج اللقاء عن سياق التأكيد على ضرورة أن يكون الحل مستندا إلى القرار الأممي 22/16. ولم ينسى هادي التذكير بسقف التنازلات في المشاورات قائلا إنهم لم يحصدوا سوى السراب. وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي عقب اللقاء قال إنه لا عودة للمشاورات قبل الحصول على ضمانات ووضع جدول زمني. المبعوث الأممي من جانبه جدد الحديث عن الالتزام من قبل الأمم المتحدة بالمرجعيات الثلاث، لافتا إلى أن ما طرح في خارطة الطريق المقترحة يمثل وجهة نظر شخصية. مصادر إعلامية قريبة من الحكومة هاجمت خارطة ولد الشيخ واعتبرت أن تواجده في الرياض يأتي في إطار السعي لتصحيح أخطائه وعدم قدرته على توصيف حل يسهم في إنهاء الانقلاب وليس شرعنته، حيث كانت خارطة الحل الأممية تسير في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية متزامنة مع تسليم السلاح والانسحاب من المدن، وهي نقاط تمثل خلافاً جوهرياً مع رؤية الحكومة وانسجاماً مع ما تراه الميليشيا حلاً. بهذه الكيفية وهذه التحركات ربما تعود المشاورات لمرحلة الصفر التي لم تغادرها أصلاً. بهذه الكيفية وهذه التحركات ربما تعود المشاورات لمرحلة الصفر التي لم تغادرها أصلا منذ أكثر من عام.